حكم مثير للجدل مرشح لقيادة الديربي بين الوداد والرجاء. الشابي يضع ملفا ثقيلا على مكتب محفوظ ويطالب بالتخلص من 3 لاعبين في الرجاء. تغيير توقيت قمة الوداد أمام الرجاء في الديربي. أحداد يغيب عن مباراة سريع واتزم. محفوظ يتخذ قرارا حاسما في الرجاء. صفقة العرجون وساديل تدفع وكيل لاعبين للجوء إلى الجامعة. جامعة الكرة تقنن الميركاتو الشتوي بشروط جديدة. السلام عليكم. إذا كنتم من المتابعين الجدد لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس واتركوا لنا لايك للفيديو وشكرا لكم. حكم مثير للجدل مرشح لقيادة الديربي بين الوداد والرجاء. من المقرر أن تجرى مباراة الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء الرياضيين السبت المقبل بمركب محمد الخامس برسم الدور العاشر من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. كشف مصدر مطلع أن الحكم جلال جيد بات المرشح الأبرز لقيادة المواجهة المذكورة بين الفريقين، علما أنه أدار مباراة الذهاب الموسم الكروي الماضي والتي انتهى بفوز النادي الأحمر بهدفين دون رد. وأضاف المصدر نفسه أن الذاكر الرداد المثير للجدل مرشح لقيادة تقنية الفيديو خلال المباراة بين الفريقين، وعمدت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم بتغيير موعد الديربي البيضاوي من الساعة 8:30 ليلا إلى 5 عصرا، ويلاقي فريق الوداد اليوم الأربعاء مستضيف أولمبيك خريبكا بملعب الفوسفات برسم دورة 9 من الدوري الاحترافي قبل مواجهة غريمه التقليدي الرجاء. من جانبه يواجه فريق رجاء الرياضية ضيف سريع وادي الزم برسم دورة ذاتها قبل ملاقاة الوداد. أحداد يغيب. علم موقع راديو مارس أن حميد أحداد مهاجم فريق رجاء الرياضي سيغيب عن مواجهة سريع واتزم المقرر اليوم الأربعاء في ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء برسم دورة 9 من منافسات البطولة الوطنية الاحترافية. وحسب مصدر الموقع فإن أحداد سيغيب عن مواجهة سريع واتزم بشكل احترازي من أجل تجهيزه لمباراة الديربي أمام الوداد الرياضي المقرر إجراءه نهاية الأسبوع الجاري، ويعد أحداد من الدعامات الأساسية التي يعتمدها المدرب لسعد الشابي. صفقة العرجون وساديل تدفع وكيل لاعبين للجوء إلى الجامعة. وضع وكيل أعمال لاعبين مغربي شكاية ضد فريق اتحاد طنجة لكرة القدم لدى لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، يطالب فيها باستخلاص مبلغ يقارب 30 مليون سنتيم يدين بها للفريق الطنجي. وقالت مصادر مطلعة أن الوكيل المشار إليه طلب بالحصول على مستحقاتها العالقة بعد انتقال مجموعة من اللاعبين إلى اتحاد طنجة بوساطة منها، وأبرزهم عمر العرجون، محمد ساديل، ومحمد الشيبي، بالإضافة إلى عبد الغني معاوية خلال رئاسة عبد الحميد أبرشار للفريق الطنجي. وكشف المصدر ذاتي أن الوكيل المذكور اضطر للجوء إلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بعدما استنفذ جميع المحاولات الحبية من أجل استخلاص مستحقاته العالقة بذمة فريق اتحاد طنجة قبل أن يقرر التصعيد ويلجأ للجنة المذكورة. الشابي يضع ملفا ثقيلا على مكتب محفوظ ويطالب بالتخلص من 3 لاعبين في الرجاء. طالب التونسي سعد جرد الشابي مدرب الرجاء الرياضي لكرة القدم بشكل رسمي من أنيس محفوظ الرئيس الجديد للنادي الأخضر التخلص من لاعبيه الأجانب والتفكير في تعويض بصفقات جديدة خلال فترة انتقالات الشتوية المقبلة. كشف مصدر موثوق أن سعد الشابي يرفض استمرار كل من البوركينابي ساميهين والغامبي جبريل سيلا والغيني مصطفى كوياطي لعدم اقتناعه بمستوياتهم التقنية وعدم قدرتهم على تقديم الإضافة المرجوة للمجموعة الرجاوية. وأوضح المصدر ذاته أن مدرب الرجاء أبلغ الرئيس الجديد للنادي عدم حاجة للثلاثي المذكور وطالب بتعويضهم بلاعبين أجانب جدد يكونوا قادرين على تقديم الإضافة المطلوبة لفريق الرجاء
خلال الشطر الثاني من الموسم الكروي الجاري. وأثارت تعاقدات الرجاء في الميركاتو الصيفي الماضي جدلا واسعا بين أوساط المشجعين الرجاويين الذين تساءلوا عن المسؤول عنها بعد موقف المدرب سعد الشابي منها، ما جعل تصنف بأنها فاشلة وليست بحجم فريق بقيمة الرجاء، ما يهدد منافسة على الظفر بأحد الألقاب المحلية أو القارية في الموسم الكروي الجاري. محفوظ يتخذ قرارا حاسما في الرجاء. أعلن المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي لكرة القدم عن فتح باب تجديد الانخراط في النادي، وذلك خلال الموسم الكروي 2021-2022. وأكد الفريق الأخضر في بلاغ أن قيمة الانخراط حدد في مبلغ 20,000 درهم، وذلك كما تم الاتفاق عليه خلال الجمع العام الأخير. تغيير توقيت قمة الوداد أمام الرجاء في الديربي. عمدت لجنة البرمجة التابعة للعصبة الوطنية الاحترافية لكرة القدم إلى إجراء تعديل على توقيت موعد مباراة الديربي البيضاوي بين الوداد والرجاء الرياضيين المقرر السبت المقبل بمركب محمد الخامس برسم دور 10 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم. وقامت اللجنة المذكورة بتغيير موعد الديربي البيضاوي من الساعة 8 ليلا إلى 5 عصرا. جامعة الكرة تقنن الميركاتو الشتوي بشروط جديدة. تسير الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في اتجاه تشديد الخناق على الأندية الراغبة في دخول مرحلة انتقالات الشتوية المقبلة المقررة في فاتح يناير المقبل. ووضعت الجامعة جملة من الشروط التي يجب اتباعها لعقد صفقات جديدة في الميركاتو المقبل، يأتي في مقدمتها عدم وجود أي ملفات في لجنة النزاعات التابعة للجامعة والاتحاد الدولي الفيفا، كما ستجبر الأندية على تقديم الوثائق التي تثبت تسديد مستحقات لاعبيها ومدربيها منذ بداية الموسم الكروي الحالي. وركزت جامعة الكرة على وجوب احترام الفرق الوطنية للشروط المنصوص عليها من أجل تمكينها من الاستفادة من فترة انتقالات الشتوية. يشار إلى أن بعض أندية الدوري الاحترافية عجزت خلال الموسم الكروي الحالي عن تأهيل بعض اللاعبين، كما هو عليه الأمر بالنسبة لشباب السوالم الرياضية.